قال يا صاحبي مهما عي الوقت بيروح، خليك على الشدات واقف وتمتال، واخفي حزن قلبك ولا تقبل البوح، ما فايده بالبوح والقيل والقال، وابقى عزيز النفس لو تزهق الروح، لا ترتضي بالذل ما دمت رجال، وامشي خفيف الحمل والقلب مطروح، لا تحمل الأضغان فالكيد قتال، خل الصدق دربك ترى الكذب مفضوح، واحذر صديق السوء بالفعل ميال، وامشي بنور الله والبال مشروح، واعلم بأن الخير والصال والصال. سلامتكم.